مرحبا حبايب بنت الله سارة، كيفكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن بأنه عم بجهز لحفلة مباركة بنتي من فترة، حبيت أشارك معاكم التجهيزات ما قبل الحفلة، من شعر، من ملابس، من ميك اب، مكياجي أنا، بس رح تشوفوا كمان ملابس بنتي بالفيديو، فحبيت أشارك معكم هذا الفيديو. سألتكم بالإنستغرام من فترة إذا بدكم أعمل لكم وصلوا لكم هذا الشيء، لقيت نسبة كتير كبيرة إنكم متحمسين تشوفوا وأشارك معكم هذا الفيديو بالذات، كيف رح أماكش حالي وشو رح ألبس وهيك. تابعوني على إنستغرامي ضروري ضروري، هذا هو إنستغرامي، حتتكونوا كمان معي كل يوم، بتفاعل معكم، بسألكم، باخذ مقترحاتكم، تصويتكم، فبدي إياكم تضيفوني على إنستغرامي، وهذا الزر الأحمر اضغطوا عليه، مش بقى كتير نص مليون مشترك، يلا همتكن حبايبي انتو ادعى، ويلا نبلش الفيديو مع بعض. اول شي رح اوريكم شو عملت بلون اظافيري للمباركة، يعني رح البس لون بينك ورح اعمل اشياء بينك، فعملت هيك اظافيري لون بينك، انا حطيت بالانستغرام كمان بوست، فروحوا شوفوه، ضروري تتابعوني على انستغرامي. تمام، كالعادة رطبت وشي بكريم من كلينيك اللي هو حاد حكيت عنه ليكون وشي رطب قبل الميك اب. رح استعمل هذا الكونسيلر من ميبيلين، هذا الكونسيلر صراحة كتير عجبني، بيعطي كوفر كتير حلو للوجه على الجبين تحت العين، ورح ادمجه بالبيوتي بلندر بهذا الشكل. رح استعمل هذا الكونسيلر من نيكس اريبيا، كتير حبيته، رح احط بس تحت العين المرة هاي وادمجه، هيك بيعطيني كتير تغطية حلوة مع كونسيلر ميبيلين. لوس باودر من كيك سبيس كتير حبيته، رح احط تحت العين. برايمر على جفن العين حتى نبلش بالاي شادو، ورح اطبطب باصبعي. من هدى بيوتي باليت نيود رح استعمل اي شادو هذا اللون البيج واغطي فيه كل جفن العين، وبعدين البني الغامق واعمل على شكل قوس، بس مش كل جفن العين، من فوق هيك جفن العين على شكل قوس بهذا الشكل. من نيكس اريبيا راح استعمل هذا الرمادي او الاسود شوي دارك بهذا الشكل، اطبطب على العين لادمجه مع البني اللي حطيته اول، وبعدين كونسيلر راح اثبت هذا الجليتر، هذا اللون اللي هو الموف البارد اللي هو تركت الفراغ بين جفن العين ومدمع العين، وبعدين تحت العين راح استعمل هذا البني الغامق، وبعدين جليتر هذا اللون راح استعمله كمان تحت العين ليعطيني جليتر حلو وتوسيع للعين. بالقلم الابيض رح احط في العين اي لينر من اسادورا، رح استعمل هذا الشكل، رح اسحب العين لبرا ليعطيني توسعة العين ويكبرها شوي. رح استعمل رموش من ايلور، تقريبا اذا قرأت الاسم صح، شايفين اعطت توسع على عيني لبقت لعيني. رح ادمج الكونسيلر واللوس باودر بهذا الشكل بعد ما خلصت من مرحلة الاي شادو. استعمل كونتور باليت من انستازيا وهذا البني الغامق واعمل كونتور للوجه، ماني شاطرة كثير بالكونتور صراحة، انا بس عم بتعلم، باني ما بستعمل فونديشن، ف بهذه الطريقة رح احط كونتور وبرونزر واكنتر الانف كمان، وبعدين من كونتور نيكس اريبيا ستيك رح استعمل بس للانف بهذا الشكل. استعمل من نهى نبيل باليت بلاشر هذا اللون اللي هو تقريبا البني مع الروز، واخلطهم مع بعض ويعطيني هذا البلاش. بعدين من ميبلين ستيك او سوبر مات ستيك هذا اللون اللي هو الزهري اللحمي، وبعدين من باليت نهى نبيل جلو هايلايتر رح استعمل هدول اللونين وادمجهم مع بعض. نيجي على مرحلة الحواجب، رح اول شي ارسم حواجبي من قلم لوريال بهذا الشكل، رح اثبته من بينيفيت 3D برو ستونز بهذا الشكل، بتعطي تثبيت للحواجب. انفكس بلاس من ماك رح اثبت الميك اب اللي هي النتيجة النهائية. وهذا هو اللوك العام للبسي لحفلة مباركة بنتي ولبس بنتي مايا، واستنوا فيديو حفلة المباركة ان شاء الله قريبا لبنتي مايا، بحبكم كتير، لا تنسوا تشتركوا بالقناة حبايبي ولايك للفيديو، وتابعوني على انستغرامي، باي.